اللهم صل على محمد وعجل فرج محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب وفاة الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته والسير على خطاه. نتحدث في موضوعين، موضوع عنوان الفساد في البحرين وموضوع اعتقال نبيل رجب أو المطالبة الأممية والتي على رأسها الأمم المتحدة بالإفراج عن نبيل رجب. في موضوع الأول، موضوع الفساد، تنظر المحاكم البريطانية، واحدة من أكبر قضايا الفساد بالنسبة إلى المحاكم البريطانية، وهي محاكم من ناحية حجم المبالغ التي يتم الحديث عنها، فالمبالغ التي يتم الحديث عنها فيما يعرف بقضية ألبا الكوى بمئات الملايين من الرشاوي وصفقات بمليارات، فهي واحدة من أكبر القضايا التي عرضت على القضاء البريطاني، قضايا الفساد التي عرضت على القضاء البريطاني. وكان قد سبق النظر جانب منها القضاء الأمريكي ثم المنشق المدني، وانتهى بدفع تعويضات بمئات أو بعشرات الملايين كنوع من التسويات، ولكن الموضوع لم ينتهي بهذه المرحلة، وإنما فتحته أيضا القضاء البريطاني نتيجة لوجود مواطنين بريطانيين في هذا الموضوع. محور القضية دفع رشاوي إلى مسؤولين في شركة ألبا من قبل موظفين ومسؤولين في شركة ألكوا ووسطاء، تقدر هذه الرشاوي بمئات الملايين من الدولارات. يرد في هذه الصفقة أو في هذه القضية أسماء، في مقدمتهم الشيخ عيسى بن علي كمدير تنفيذي إلى شركة ألبا، واستدعي للشهادة محمود الكوهجي أحد كبار المسؤولين في ألبا، وتحدث وأدلى بالشهادة واحد يسمونه هول، اعتقد إلى علاقة بشركة ألبا، ودحدل إلى علاقة بشركة ألكوا. هذه القضية التي لا زالت تنظر أمام القضاء البريطاني ليست بطبيعة الحال القضية الوحيدة في البحرين، وإنما هي نموذج يعبر عن حالة سائدة من تلقي الرشاوي في سبيل إبرام صفقات بحكم الموقع الذي يتمتع فيه هذا الشخص أو ذاك. وهذا الأمر أصبح سمة معروفة منذ السبعينات، ليس من الآن، من السبعينات والثمانينات، سمة معروفة إلى المجتمع العالمي المهتم بموضوع الاستثمار في البحرين، بأنه جزء مما يجب أن يحسب في عملية الاستثمار في البحرين أنه يجب دفع رشاوي إلى كبار المسؤولين من أجل أن تستقر هذه الشركة وتستطيع أن تمارس أعمالها وتزال العوائق البيروقراطية من أمامها. فالشركة مو تحسب فقط العمالة والطاقة
وكلفة الإنتاج وما شابه ذلك. لبعد تحسب قسم الرشاوي، وعلى ضوء هذا القسم تقرر الشركة أن تأتي إلى البحرين أو المستثمر أن يأتي إلى البحرين أو لا يأتي إلى البحرين. وبهذا السبب فقد الاقتصاد البحريني على مدى 40 سنة الماضية مئات الشركات كبرى وصغرى، فضلت أن تتعامل مع بيئات أكثر شفافية في الخليج أو خارج الخليج. والقصص لا تنتهي ومعروفة، وكثير من الشركات وصلت إلى مرحلة توقيع العقود، ولكن ظهرت هذه الحالة حالة طلب الدفع من كبار المسؤولين، مما لا يتناسب أحياناً مع سياسة الشركة أو لا يتناسب مع فكر الربحية بالنسبة إلى الشركة، فتفضل أن تذهب إلى قطر أو دبي أو خارج منطقة الخليج. فما نتحدث عنه في قضية ألبا الكوى هي ظاهرة مستشرية على مختلف المستويات وفي مختلف الوزارات والشركات الكبيرة والصغيرة الكبيرة والصغيرة. إذا كنا نتكلم الآن، نتكلم عن حجم، إذا كنا نتكلم في صفقة واحدة أو في شركة واحدة وهي شركة هامة وكبرى، إذا كنا نتكلم عن مئات الملايين من الدولارات الرشاوي وعن ضياع ربما مليارات على شعب البحرين من بسبب هذه الرشاوي، لأنها تقود إلى أن نبيع المنتج من الألمنيوم بسعر أقل من السعر الموجود في السوق، مما يؤدي إلى خسائر بمئات الملايين أو المليارات، والمفترض تكون جزء من ميزانية وأموال شعب البحرين. إذا هذه نموذج واحد وفي مئات الملايين أو المليارات، فكم يخرج من ميزانيتنا كشعب؟ كم تخرج من أموال نحتاجها في بناء المستشفيات والطرق والمدارس وزيادة رواتب المواطنين من هذه الميزانية العامة ومن الشركات المرتبطة بالحكومة ومن الوزارات، من أجل أن يقضمها كبار المسؤولين وبعد ذلك شبكات المنتشرة للفساد الإداري والمالي؟ ما يتسرب هو حجم هائل جدا، لا يقل عن 40-50% من الميزانية، ميزانية البحرين. بعد ذلك طبعا نروح نحاول أن نستجدي المارشال الخليجي، نستجدي مساعدة من الإمارات أو من الكويت أو من السعودية أو من غيرها من الدول. وبهذا السبب الآن وصل واحد من مشاكلنا، وصل الدين العام إلى حاجز 5 مليارات، يتعدى أو يقارب من تعدي الخط الأحمر المرسوم إلى، يقارب 40% من الناتج المحلي. ولولا الآن الدعم بالكاش وبالعناوين الأخرى والضمان الائتماني من بعض دول الخليج للبحرين، كان يصير حالنا حال اليونان، ونقوم ما نقدر ندفع ديوننا وتصير دولة مديونة وتصير مصيبة ما لها أول ولا آخر، وإحنا دولة الحمد لله بخير. ولكن هكذا واقع الفساد حطانا في هذه الصورة، الفساد غير المتناهي أوصلنا إلى هذه الحالة. الفكرة الثانية المحورية في هذه القضية، لماذا لم يحاكم هؤلاء الناس في البحرين؟ لماذا تحاكم أو تفتح هذه القضية في أمريكا؟ لأن هناك علاقة بأمريكيين أو شركات أمريكية. ولماذا تفتح في بريطانيا؟ لأن هناك بريطانيين أو شركات بريطانية. وأصل القضية في البحرين، ليش ما تحاكم هؤلاء الناس في البحرين؟ وأمثال هؤلاء الناس مئات، ليش ما يتحاكمون في البحرين؟ القضية تقول
بأن النظام السياسي والنظام القضائي في البحرين لا علاقة له، غير مصمم، غير معني، لا يمكنه، لا يمتلك الكفاءة لمحاكمة الفاسدين ولمحاكمة الفساد ولمحاسبة على الفساد. القضية على المكشوف، مو الحين توها تنظرها المحاكم. المحاكم الأمريكية نظرتها قبل 5 سنوات، 5 سنوات فرصة أنه تنظر القضية قبل لا تنتقل للمحاكم البريطانية. أمثلة على عنوان فساد في وطننا: الفساد الأخلاقي. البحرين تأتي في 10 مدن من مدن الخطايا على مستوى العالم. وإيش تقول يعني؟ في حادث في لاتفيا قبل كم يوم سقطت عمارة أو مجمع تجاري وتوفى 50 شخص، قدمت الحكومة استقالتها. أكيد الحكومة ما يعني في مقاول وفي فساد وفي عدم تصميم وفي ما شابه ذلك، لكن الحكومات التي تفرز من الشعب تهتم للشعب، تهتم للإنسان، إنسان إلى قيمة. ولاتفيا مو ذيك الدولة يعني، قدمت الحكومة استقالتها. لو في قضية مثل قضية ألبا في لاتفيا قدمت الحكومة استقالتها، وفي قضية مثل قضية ألبا في أي دولة أوروبية قدمت الحكومة استقالتها. إحنا لو تطيح عمارات البحرين كلها، مو بعد مجمع واحد ولا عمارة، حتى يبين أن طبيعة الحكومة التعيين ما لها علاقة بهموم الناس، ما تمشي على معايير وموازين أبدا عاقلة، ما في موازين، ما في موازين، جاهلية كاملة، تخلف كامل، شيء خارج إطار الإنسانية والبشرية والحداثة والتمدن، عالم آخر. البحرين من المدن 10 في ترويج الدعارة على مستوى العالم. البحرين حرام عليكم، البحرين 500,000 شخص تحولونها إلى مدينة دعارة في العالم، واحدة من مدن 10. تكلم عن مدن فيها يعني على 15 مليون وعلى 16 مليون، بعدين تيجي البحرين 500,000 تصير في والأمر مو شو اسمه، اشتكى منا الجميع. حتى نبين قيمتنا كمواطنين، أحبائي من أخواني من أبنائي من 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 أساتذتنا من علمائنا سنة، هذا الأمر مصار لنا نشتكي عنه لين 10 سنوات 20 سنة. كم مرة قلنا لكبار المسؤولين ما تتذكرون؟ ما وعدونا حتى تعرفون قيمتكم؟ احنا عارفين الموضوع، حتى تعرفون قيمتكم، حتى لا نضحك على أنفسنا ولا تضحكون على أنفسكم ولا تضحكون على ناس اللي يسمعونكم في المآتم وفي في المساجد وفي الجوامع وفي الجمعيات. ألم يوعدوكم ويوعدون 10 المرات؟ ولما يتعارض ما وعدوكم وطهارة البلد مع مصالح مجموعة محدودة من المتنفذين، تقدم مصالح هؤلاء على شرف البلد وعفة البلد وسمعة البلد، والدعارة مستمرة وتزداد ما تقل، هاي نظام الدافع عنه؟ وهذه حكومة تتمسكون فيها في كل بعد. فساد آخر: سرقة أهم مورد من موارد البحرين بعد النفط أو أكثر من النفط بسبب صغر المساحة. سرقة الأراضي، أليس تحقيق واحد؟ تحقيق واحد لم تفتح له الأبواب، أقفلت عليه الأبواب في وزارة التخطيط ووزارات الملكيات العامة وما أدري شنو، قفلوا الأبواب عليه. وبالرغم من ذلك استطاع أن يؤشر على 66 كيلومتر
من الأملاك العامة تساوي مليارات الدنانير أنها تحولت من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بدون وجه حق، يعني سرقت. وأشار إلى احتمالية في 100 كيلومتر مربع أخرى لم يستطع أن يؤكدها لأنه أقفلت عليه الأبواب، وهذا تحقيق إلى مدة محددة 10 سنوات، ما كان عنده يقدر يروح أكثر. فكم هو حجم بس المسروق من أراضينا؟ إلا الآن يتعلل، ما عندنا قدرة إسكان لأن ما عندنا أرض، ما نقدر نبني مستشفى لأن ما عندنا أرض، ما نقدر نبني مدرسة لأن ما عندنا أرض، ما نقدر نبني منطقة صناعية وما نقدر نعطيكم قطع صناعية لأن ما عندنا أرض. هذه حجج الحكومة على الاستثمار، وهذه حجج الحكومة على تقديم الخدمات. شوفوا ليش مشكلة، شوف مشكلة الإسكان، يقول ما عندنا أراضي، حكومة تقول ما عندي أرض. شايفين في الدنيا في حكومة في الدنيا تقول ما عندي أرض؟ هذا شو، نظافة ولا فساد؟ فما تقولون عن أحبتنا في الوطن، شركائنا في هذه الوطن؟ هذا ينوضع إيد فيدة؟ هذا يبارك؟ هذا يدعم؟ هذا يقف ضد المطالبين بإصلاحه وتغييره؟ ألبا هي تبيع منتج، والمفروض تبيع هذا المنتج على ضوء أسعار السوق. الفساد هو بيع المنتج بأسعار منخفضة لصالح الحصول على الرشاوي. كل مناقصاتنا من 70s حتى الآن، إذا بغينا نبني مستشفى كم يكلف المستشفى؟ كلف 15 مليون، 20 مليون. هاي مناقصات الأولى لمستشفى الملك حمد. بنيناه بأكثر من 100 مليون، ليش نبني بأكثر من 100 مليون؟ لأنه قبل تنوضع حجر في الساس لازم كل اللي إليهم قدرة على السرقة سرقوا وأخذوا نصيبهم. فهو المشروع يكلف 10 ملايين، لازم ترصد له 20 مليون، 10 ملايين أخرى رايحة. أما في المستشفى فهي أزيد يمكن. وهكذا سائر عملنا في المناقصات. ما علينا، سوينا مدري ديوان المناقصات، مدري إدارة المناقصات، وحاولت أن تصلح في الشكليات، ولكن الجوهر بقى تحسين طفيف، وبقى الفساد هو المسيطر على كل هذه العملية. في أكثر من طريقة من تحت ترتب وضعك. في هذه القضية يقول لك الأمور اللي تزيد عن 100,000 الظاهر ما تأخذ الإدارة القرار فيها، يجي القرار من فوق. فساد آخر يتعلق بفساد الجودة. جودة يعني نبني بيوت للإسكان، هذه البيوت قبل لا يسكنونها الناس إذا طاح عليها المطر تخر، أو قبل لا يسكنونها الناس يتبططش البيت، يعني تروح أول يوم تروح تأخذ إياك فيلر تسد البطوط. كلها مو مستشفى الملك حمد صار فيه تصدعات وصار فيه مشاكل سبب الجودة قبل لا يفتح الموضوع. ما كل يصدر تقرير الرقابة المالية الآن صار لي ما أدري 8-9 سنوات، وفي أكثر من مؤشر. المؤشر الأول، أين مثل قضية ألبا الكوى من ديوان الرقابة المالية؟
وين قضية الأراضي من ديوان الرقابة المالية؟ وين قضية الرمال اللي تقدر أيضا بمئات الملايين من ديوان وتدمر البيئة من ديوان الرقابة المالية؟ وين المشاكل الأساسية في طيران الخليج من ديوان الرقابة المالية؟ سنجد أن القضايا الرئيسية ليست داخلة في دي. وين فائض من ميزانيتنا أيام ما كان النفط يزيد وما عندنا عجوزات؟ المفروض عندنا مليارات من الفائض تراكمت في بعض السنوات 2003 2004 2007 2008. وين هي؟ حد يدري وين هي من ديوان الرقابة؟ فديوان الرقابة وضع إلى سقف محدد للتعاطي مع سقف محدد من الفساد، وليس من صلاحيته التعاطي مع سقوف عالية من الفساد وسقوف كبرى، لأنها تتعدى قدرة ديوان الرقابة المالية وتمارس في الطبقة العالية التي تفوق قدرة ديوان الرقابة المالية. وهي نماذج منها، الكوى والأراضي نماذج منها، وهي قضايا عديدة. البلد يسرق بألف طريقة لا تخطر على بال، بألف طريقة، بسبب أنه قاعدين في الإدارة الحكومة في المؤسسات 40 سنة 50 سنة، فعارفين كل صغيرة وكل كبيرة، وحارمين الناس حتى من مستوى الاطلاع. ليش قلت يروح؟ بالرغم من ذلك، ما يسلط عليه الضوء تقرير ديوان الرقابة المالية أيضا نعود إلى فكرة إسقاط حكومة، يسقط الحكومة مباشرة. ولكن ما لها علاقة الحكومة بالمعايير ولا القيم ولا المفاهيم الإنسانية. مؤشر آخر، مؤشر الفساد والشفافية. البحرين تحتل مرتبة متأخرة على المستوى العالمي إلى عنوان الشفافية وإلى عنوان الفساد، يعني تحت موقع متقدم في الفساد وموقع متأخر في تحقيقها إلى الشفافية بسبب أوضاعنا. هاي تقرير المجتمع الدولي، تقرير المجتمع الدولي يجي صنف الدول، تطلع الدول الإسكندنافية في المقدمة، وينجحنا الحمد لله في مؤخرة. وهكذا مو بس في الشفافية، في كل شيء، حرية، ديمقراطية، صحافة، إنسانية، كل شيء ماخذين آخر القائمة عدا في الدعارة. استانسوا يا بقية أحبتنا في هالوطن، بس مؤشر الدعارة احنا قدام، بقية المؤشرات وراء، مؤشرات الإنسانية وراء، مؤشرات المخجلة قدام. يقود هذا إلى شيء واحد لا يستطيع أي منطقي أي منصف الفرار منه، أن حكومة التعيين، وحكومة التعيين لا يعني حكومة مسمى خليفة بن سلمان، لا، مبدأ التعيين، حكومة مبدأ التعيين، أن الحكومة تعين بغير الإرادة الشعبية، من غير أن ينتخبها الناس، هذه الحكومة حكومة فساد، هذه حكومة حكومة فساد. إذا ما محتاج إلى إرادة الناس، إذا ما محتاج إلى برنامج يقنع الناس، إذا ما على رقابة من الناس، شو اللي يمنعه من السرقة والفساد؟ هذا ما يمتنع من السرقة والفساد في هالنوع إلا النبي. الآخرين لازم تضع عليهم رقابة. ولذا إذا أردنا إصلاح عنوان الفساد في البحرين، ما في إلا طريق واحد، هو إسقاط حكومة التعيين من نظامنا السياسي، إنهاءها، إنهاء حكومة التعيين من نظامنا السياسي لتأتي مكانها الحكومة المنتخبة، الحكومة التي تمثل إرادة الشعب، الحكومة التي يسيطر على رقابتها الشعب سيطرة حقيقية عبر المجلس المنتخب، يراقبها، وأدوات الرقابة المختلفة الشعبية من صحافة ومن حرية التعبير وما شابه ذلك، وبعد ذلك مجلس، وبعد ذلك قضاء مستقل حقيقي. عند هذا الموضوع ينخفض مستوى الفساد إلى المستوى الإنساني العالمي. في كل بلد في فساد، بس ما في فساد بنسبة 90%،
في فساد نسبة 10 20. احنا الفساد ما تحرك حجر في البحرين، ما تشير الى اي شيء في البحرين الا في فساد. اي شيء يشير الى، اي شيء يخطر في بالك، اي شيء يخطر في بالك لابد في فساد. ما تقدر تأشر على شيء نظيف من بداية إنشاءه وإلى ممارسة عمل، ما في. نبيل رجب، الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن نبيل رجب من خلال الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة. اعتبر تعبير ماله احتجاز نبيل رجب إجراء تعسفي، استخدم هذه العبارة بناء على تحقيق، راحوا سووا تحقيق الآن في الدورة، طلع هذا التحقيق، طلعت هاي النتيجة. لماذا اعتقال نبيل رجب اعتقال أو احتجاز تعسفي غير قانوني، يعني باطل؟ لماذا؟ لمخالفته للمواد 19 و20 و21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا إحنا لما رحنا الأمم المتحدة صار هذا الإعلان العالمي جزء من عندنا وجزء من قوانيننا المحلية المفترض. بعد، ولمخالفته للفقرة الأولى 1 من المادة 9 والمواد 14 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي صدقنا عليه في 2006 وأصبح بحكم التصديق جزء من القوانين المحلية وحاكم على القوانين المحلية. تفتوا جزء وحاكم، بمعنى ما يتناقض مع هذا التوقيع مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يسمى بالقوانين المحلية مكان الزبالة، لأنه يتعارض مع القانون الدولي اللي وقعنا عليه صادقنا عليه. هذا اللي قالته الأمم المتحدة اليوم. وعليه يجب الإفراج عن نبيل رجب فورا. تعالوا تعالوا تعالوا، شنو الإفراج عن نبيل رجب فورا؟ شو انتون يا أمم متحدة حم بيطلعون مع الحكومة البحرين متورطين في الموضوع؟ شنو احنا هني عندنا قوانين، واحنا عندنا قضاء مستقل وقوانين حقوق الإنسان أفضل دولة في العالم، شنو تعالوا نفرج عن نبيل رجب؟ وين قوانيننا المحلية؟ وين قضاءنا العادل والمستقل والنزيه؟ شو قالت الأمم المتحدة؟ شو قالت الأمم المتحدة؟ قالت لهم لا اعتبار إلى ما يسمى بالقوانين المحلية، لأنها يبدو أنها تصادر حقوق المواطنين، حقوقهم الأساسية المعتبرة والمصونة بالمواثيق الدولية التي أشارت إليها في مسببات هذا القرار. فقوانيننا التي تمنع على نبيل رجب أن يذهب إلى العاصمة يتظاهر من غير إخطار، يقول لهم المجتمع الدولي ما له قيمة، والقضاء الذي اعتمد عليه يقول له هذا حكمه كأن لم يكن ويجب الإفراج عن نبيل رجب فورا. ملتفتين إلى الموضوع؟ بعد ذلك يقول والمطالبة بتعويض نبيل رجب وفقاً وتمكيناً من التعويض العادل وفقاً للفقرة 5 من المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتبرت الفيدرالية الدولية أن هذا القرار يشكل نصراً تاريخياً، وهو حقيقةً يشكل نصراً تاريخياً، لأن هذا القرار الأممي يشل يد النظام عن قدرة القمع إلى المطالبين بحقوقهم المدنية والسياسية
والتي يستخدمون فيها وسيلة التظاهر والاعتصام في العاصمة وخارج العاصمة بدون إخطار أيضا. وهذا اللي يسوي نبي الرجب، وهذا اللي محكوم عنه نبي الرجب، وهذا قرار الأمم المتحدة، هذا قرار الأمم المتحدة. فأنت الحين بتعتقل أباء الشهداء على شنو؟ شو مسوين أباء الشهداء؟ ملقين كلمة في تجمع، هذا ضمن حرية التعبير، مو احنا نقول، الأمم المتحدة تقول، كل الدنيا تقول. بس اليوم في نقلة وهاي القرار، ما تخص نبي الرجب، تخص كل المعتقلين الذين مارسوا حقهم بطريقة سلمية في التجمع والاعتصام والتظاهر في أي مكان. وهذه هي جوهر المعركة، جوهر المعركة عندما يتحرك شعب للمطالبة بحقه لا يستطيع أحد أن يقف أمامه، فتلجأ الأنظمة لفقدها إلى الشرعية الشعبية إلى أدوات القوة من أجل الخوف والترهيب والغضب. اليوم الأمم المتحدة تقول للبحرين لا يجوز أن تستخدموا أدوات القوة ضد هؤلاء، ولا يجوز أن تنشئوا قوانين محلية ضد هؤلاء، ولا يجوز أن تحاكموا هؤلاء ومحاكمتهم باطلة واحتجاجهم تعسفي. يعني شنو؟ يعني الوجود في الدوار مشروع، يعني كل اعتقال باطل، حتى تصير اللعبة، قواعد اللعبة هاي، الشعب من حقه أن يتظاهر، من حقه أن يعتصم، لا يجوز قمعه، لا يجوز محاكمته على ممارسة هذا، وتصير اللعبة بهذه الطريقة هاي. وفي ذلك درس نبي الرجب، قضية نبي الرجب تقدم هاي الدرس. درس يقول تمسك بالأطر السلمية ومارس حقك بشجاعة وإقدام بهذا الطريق. ما نقدر ندافع عن شخص معتقل لأنه استخدم المولوتوف أو حرق إطار في الشارع. الأمم المتحدة لن يصدر من عندها قرار يقول بأن تفتوا، كونوا مثل نبي الرجب حتى تصير قضيتكم تاخذ طريقها إلى الأمم المتحدة، أو قرار الأمم المتحدة العام يشملها. اليوم أباء الشهداء ما يقدرون يستمرون في اعتقالهم، يقدرون يستمرون في اعتقالهم بمعنى القمع والكذا، بس هم مدانين في هذا الاعتقال. وستصدر، صدرت من المنظمات الدولية أن هذه اعتقالات تعسفية، صدر من الأمم المتحدة أن اعتقال حسين برويز من المنظمات الحقوقية اعتقال تعسفي، وسيصدر على كل هؤلاء الناس أن هذه اعتقال تعسفي، وأن بوضوح هذه دولة قامعة إلى الحريات، وأنها لا تواجه لا عنف ولا كلام فاضي. إذا قدرنا ننقل المعركة بالطريقة اللي دارها نبي الرجب، هذا النظام لابد أن يستسلم. لا تعطي فرصة أن يقدم تشويش، الظاهر بطريقة سلمية، هذا النظام لابد أن يستسلم، لابد أن يستسلم، ما لابد أن تنتج هاي المعادلة، لابد أن تنتج معادلة الحركة السلمية داخل العاصمة وخارج العاصمة، لابد أن تنتج، لابد أن تنتج، فقط الاستمرار فيها والصمود فيها لابد أن تنتج. لعند أوضحنا في الكلام، ولكن هذا الحكم يقول بأن هذه القوانين المحلية التي تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية قوانين غير معتبرة، تقول الأمم المتحدة أن أي أحكام تصدر بناء على هذه القوانين لا اعتبار لها، فهي اعتقال واحتجاز تعسفي، ويجب تعويض الذي أوقف على بناء على هذه القوانين وهذه المحاكم تعويضا يتناسب مع حجز حريته. إن القرار المتعلق بنبي الرجب لا يقتصر عليه، وإنما هو قرار عام إلى كل الأشخاص الذين اعتقلوا لأنهم يمارسون حرية التجمع والتظاهر وحرية التعبير في الكلام،
ومن باب أولى الناس اللي اعتقلوا سجنوا على تويتر وسجنوا على خطبة وسجنوا على كلام يكون الكلام فيهم أكثر قوة وأوضح. هذه مؤشر على قوة الحراك السلمي وانتصاره على القمع المقنن باسم القوانين المحلية. عبرنا في هذا المنبر أكثر من مرة، ما يجوز واحد يقعد يسوي شيء اسمه مجلس وطني وطلع مجموعة أشياء خارج إطار التاريخ ويقول للعالم عندي قوانين محلية، ما في هالكلام. هاي كلام مال زمن ماضي، ما عاد هذا يقبل من العالم. تو خارج التاريخ، هاي جلسة المجلس اسمه المجلس خارج التاريخ، أول جلسة تسوونها تاريخية بأنها خارج التاريخ، وبتكون وصمة عيب على كل من اشترك فيها ودعا لها. عيب شو؟ أعود وأكرر أيها الأحبة، هذه هي المعركة الحقيقية، ممارسة العمل السلمي بشجاعة في مختلف مناطق البحرين، هذه هي المعركة الحقيقية التي سينتصر بها الشعب. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.